خلق ليبقى، وما الموت في الحياة الدنيا إلا حالة طارئة تلابس وجوده، يعني يكون في حال ينتقل إلى حال آخر. حال أهل الدنيا بنظام وكيفية خاصة، وحال أهل الآخرة بنظام وكيفية خاصة. فالإنسان باقي، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الإنسان خلق ليبقى، يذوق الموت ولا يموت. بقي أن هذه النعم التي أنعم الله على الإنسان في الدنيا بها، إن انتقل إلى الدار الآخرة واتصلت نعم الآخرة بنعم الدنيا فهذا من أعظم العطاء، أن تتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. أما أشد شيء على النفس السلب بعد العطاء. تصور إنسان يسكن في بيت 400 متر في أرقى أحياء دمشق، فجأة نقل إلى بيت تحت الأرض 90 متر ليس فيه شمس وفي أسوأ أحياء دمشق، شيء لا يحتمل. إنسان عنده هاتف سحب منه، عنده مركبة أخذت منه، كان بصحة فقد الصحة. الانتقال من العطاء إلى السلب من أشد الأشياء على النفس. العكس مقبول، العطاء بعد الحرمان جيد. يقول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الذي غفل عن الله عز وجل وأوتي من الدنيا ما أوتي ثم جاءه الموت سوف يسلب منه كل هذا، من كل شيء إلى لا شيء، من بيت واسع فخم إلى قبر، من سعادة موهومة إلى عذاب أبدي. لذلك هذه الآية إذا وقعت الواقعة، يعني وقوعها محقق ثابت، وقعت ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. من هم العقلاء؟ من هم الأذكياء؟ من هم الموفقون؟ من هم الفالحون؟ من هم الناجحون؟ من هم المتفوقون؟ الذين يسعون لنعم في الآخرة تتصل بنعم الدنيا. لذلك ملخص ذكاء الإنسان وحكمته أنه إذا جاءه ملك الموت يقول مرحبا بالموت، لأنه ينتقل من دار العمل إلى دار الخلود، من دار محدودة إلى دار ممدودة، من دار التكليف إلى دار التشريف، من دار العمل والجد والسعي إلى دار التكريم. أما أشقى الناس هؤلاء الذين يعيشون في بحبوحة ثم يأتيهم ملك الموت فتسلب كل هذه النعم منهم خافضة رافعة. المقياس مقدار نفعك لبني البشر، إذا كنت مستقيما، إذا كنت مطبقا لمنهج الله، إذا كنت منتبها لمهمتك في الدنيا تأتي نعم الآخرة لتتصل بنعم الدنيا. كل عقلك وكل ذكائك أن تجعل من نعم الآخرة استمراراً لنعم الدنيا. وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. لذلك من الأدعية المأسورة اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من عضال الداء. الإنسان كما تعلمون يولد وهو يبكي وكل من حوله يضحك، أما حينما يموت كل من حوله يبكي، كل بطولته وكل عقله وكل ذكائه أن يضحك وحده. سيدنا سعد بن الربيع جاءه أحد أصحاب النبي ليتفقده، قال يا سعد أبين الأحياء أنت أم بين الأموات؟ قال أنا بين الأموات، لكن أقرئ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرق. في أي سعادة هو في هذه اللحظة حينما يغادر الدنيا لينتقل إلى الدار الآخرة؟ والدنيا ساعة اجعلها طاعة. رمضان
الذي صامه، فرضه بالصيف في أشهر الصيف التي لا تحتمل، الذي صامه وجاء عيد الفطر انتهت مشقة الصيام وبقي الأجر والثواب، والذي أفطره انتهت متعة الأكل والشرب في رمضان وبقي الإثم والجزاء. كل شيء يمضي. كنت أقول لكم دائما الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، صحة الصحيح ومرض المريض، وسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي غنى الغني وفقر الفقير، يبقى الجزاء ويبقى الثواب. فهي الآية واحدة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الله عز وجل قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. مراتب الدنيا موقتة ولا تعني شيئا. الله أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لمن يحب، ليست مقياسا. الملك لا يعني شيئا لأنه أعطاه لسيدنا سليمان وهو نبي كريم، وأعطاه لفرعون وهو لا يحبه، أعطى المال لقارون وهو لا يحبه، أعطاه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أعطاه لعثمان بن عفان. إذن مراتب الدنيا لا تعني شيئا، لا تقيم عند الله بحجمك المالي ولا بمستوى معيشتك، تقيم بطاعتك وتقواك. لكن مراتب الآخرة دقيق تعني كل شيء وهي أبدية. هل العاقل الذي يسعى لمرتبة في الدنيا مؤقتة أم الذي يسعى لمرتبة في الآخرة ثابتة؟ كل من يسعى لمرتبة في الدنيا مؤقتة هو إنسان خسر خسارة كبيرة مؤقتة. لذلك من أجل أن تجعل من نعم الآخرة متصلة بنعم الدنيا يجب أن تعرف الله. وأخطر شيء في حياة الإنسان إيمانه وعقيدته واستقامته، لأن الموت حق، الموت مصير كل حي. كلنا جميعا بعد 100 عام لن تجد منا واحدا على وجه الأرض، كلنا، وقبل 100 عام ما كان منا واحد على وجه الأرض. الدنيا حلم، الأيام تمضي سريعا، الوقت يسير سريعا. اعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، لا ينفعنا إلا عملنا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.